كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة حلول العام الهجري الجديد وفيما يلي نصها. صاحب السمو الملكي العم العزيز الوالد الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لنا بمناسبة العام الهجري الجديد أن نعرب لسموكم الكريم عن خالص التهنئة والتبريكات، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة وطول العمر، وعلى مملكتنا الغالية وشعبها الوفي والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، ودمتم سموكم سالمين موفقين. ابنكم سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وقد بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، هذا نصها. صاحب السمو الملكي الابن العزيز الأمير سلمان بن حمد الخليفة حفظه الله ورعاه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلقد طلعنا بكل التقدير على برقيتكم الكريمة المهنئة لنا بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1440، وإننا نعرب لسموكم عن شكرنا وتقديرنا لمشاعركم النبيلة التي نعتز بها كثيرا، لنود أن نبادركم التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلين المولى عز وجل أن يعيدها وأمثالها على سموكم وعلى وطننا الغالي وشعبنا الوفي والأمة العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.